بك. دعني أوضح لكم موضوعا مهما. النظام الإيراني منذ أكثر من 15 عاما أقام شبكة في تهران بشارع كاخ أو شارع فلسطين، حيث يشتغل أكثر من 200 شخص. مهمتهم التشويش على قنواتنا، قنوات الفضائية، وأيضا القرصنة. وبعد ذلك تم توسيع هذه الشبكة، وهناك مكاتب لهذه الشبكة في 3 مكاتب في تهران، في شيراز، إصفهان، بندرعباس، أبادان، أهواز، مشهد. من الصباح إلى الليل أمل هؤلاء العاملين في وأغلبهم من خريجية أفضل الجامعات قرصنة أجهزة اتصالات في العراق، في أفغانستان، في دول أخرى، في السعودية، في دول الخليج الفارسي ودول أخرى. فهكذا الآن النظام الإيراني يرى نفسه أمام شيء أمر متقابل، يعني هناك جهات داخل إيران، وأنا أعرف عديد من هؤلاء كانوا من مؤيدي النظام ولكن انفصلوا عن النظام وباتوا من المعارضين. فهؤلاء أيضا درسوا في أفضل الجامعات ويعرفون جيدا كيف يقومون بقرصنة سجن إبين، أجهزة سجن إبين، ويصورون ما يدور في سجن إبين. هذا مثير للخجل، للآر للنظام الإيراني الذي يعتبر نفسه ناصح مشفق. فهذا النظام يمارس هذا النوع من التعذيب والإهانة مع السجناء. وكنت أتمنى أن كان عندنا بعض تسجيلات عن غرفة الشتنجة وغرفة التعذيب. في هذا الغرفة، غرفة التعذيب، يعلقون الناس من سقف لمدة 10 ساعات ويضربون ضربات يعني عجيبة وغريبة. أنا دخلت سجن النظام ولكن لمدة قصيرة، ولكن أولئك الذين أمزوا سنوات 10 سنين 5 سنين يخرجون من سجون النظام أمواتا وليسوا يعني حي. بمعنى آخر، الآن عندنا في محكمة ستوكهولم حيث تجري محاكمة حميد نوري أحد جزاري النظام باسم غازي، سمعنا كلاما خطيرا من بعض السجناء، كلاما عن اغتصاب، كلاما عن حرق الناس. وهذا النظام نظام إسلامي ويدعي بأن ولي الفقيه نائب إمام الزمان، وهذا ما يعملون بالسجناء.